يودرر السلام عليكم، معكم الملالي رايدر. كلشي بخير الخوت، يعني صحه مزيان، كلشي هو هذاك الدراري. صراحه بيت اليوم نجي نعاود لكم على واحد القضيه اللي بزاف غادي نهضروا عليها فيت في ما نطولوش عليها، وهادشي حبيا خاصو ضروري يكون فلاشين وضروري خاصنا نكونوا حاضرين عليه. عفاكم الخوت، نطلب منكم حاجه واحده، بيتو تسوقوا الموتور سوقوه بالكاسك اللبسه وسوقوه بالصباط. الله يكثر خيركم الخوت، والله يطول لي عمركم. عافاكم هاد الهضره هادي، ما غتجينا تجينا حنا عاديه، علاش؟ با حنا اون باسيوني بلا موطو، تنعرفو تنقولو لا اليوم ما غنطيحش، ما غنديرش، ما غنفعش، ما غندرك. شوف خوت، راه مورانا والدين، والوالدين راه هما اللي ولدونا، هما اللي قراونا، هما اللي كبرونا، هما اللي وكلونا، هما اللي شربونا. عافاكم الخوت، بلا ما نبقاو نديرو داك التفكير وكذا، ما تنعلموش على الغيب ديالنا. او موان ميزور دو سيكوريتي يكون الكاسك، ويكونوا الليكات، يكون اللبسه، ويكون الصباط. الله يكثر خيركم الخوت، على الوالدين هاد الايامات هادي راه سمعنا الموت بزاف، وبناتهم طاح بزاف وتزكل وهادي، وانا منهم صحابي فقدت صحابي بزاف وداكشي. عاباش وليت تنعرف بلي الهضره ديال الوالد اللي كان تيقول لي حيد هشام من الموضوع وكذا. انا نقول لكم انا قصه بزربه، الوالد ديالي واحد الوقيته كاع وليت تنقول لا على الوالد، علاش يقول لي حيد الموطور؟ هو كان ماطري قد قداش وهادي وهادي، تيشوف صحابي ماتوا، واحد ما بغاش ينهار يشوف ولدو مات. الله يسر، فهمتي خوت؟ الله يكثر خيركم، الله يكثر خيركم، وراكم كاملين عزاز، وكاملين ولاد ناس، وكاملين مورانا الوالدين وكل شيء. الله يكثر خيركم، ما كاين لاش نبداو سايقين بداك الجري ولا نكابري ولا كذا. بينا نديرو لا باسيون ديالنا، نديرو لا باسيون زوينه، نديرو ايجابيه، نزو مطرنا، نسافرو، نخرجو، نشربو قهوه هنا، نسافرو، نمشيو شي بلاصه بعيده، يعني دير تريب، دير كل شيء. عافاك الخوت، راه داك الشيء ديال الجرا وهاد الشيء راه ما خدامش والله العلي العظيم. والوالد ديالي انا راه دابا تيقول لي حيد ولدي الموتور، هو ماطري قد قداش، تيقول لي ولدي انا نشري الموتور، وين راه عندي موتور، عنده بي ام ار 1200 جي اس ادفونتور، ودابا تيقول لي ولدي اجي سوق معايا الموتور ودير اللي بغيتي الدنيا، حيد ذاك الموتور اللي خاف هو من الزيت وهذوك لي روتير وداكشي، تيقول لك هذوك تيجريو بزاف وكذا. والولد راه عارفني انا تنسوق وعارفني كلشي، غير تبقى الخوف ديال الوالدين وتتقل الكبده، فهمتي؟ حتى الوالده ديالي راه عيينا ما نطلبو فيها، وكلشي نهضرو معاها تقول لك دير على الوالد راه كدا. انا الوالد تيقول لك ناخذ لك شريك اللي بغيتي، حيد لي عافاك الموطور، حيتاش دابا راه تيشوف الكبده ديالو وداكشي. دابا راك عارف تما تنبقاو معاه الشاره الشاره الشاره، راك عارف تيقول والله يهديه، وانا تنقول الله يهديه وغادا، فهمتك؟ المهم الخوت، انا هضرت معاكم على قضيه ديالي ديال الملل رايدر. الله يكبر بكم الخوت، ما نصدموش والدينا، وما نصدموش الاقرباء ديالنا، وما نصدموش عائلتنا. سوقوا بشويه، دوزوا لا باسيون، وتبارك الله عليكم الخوت. كان معكم ملالي رايدر، شكرا على الدعم ديالكم الخوت، وان شاء الله تسنوا الجديد. محليكم كاملين.